مقاتلين على تمثيل جو المعركة المصغر، وانا عارف ان الابطال اللي قدامي على قد المسؤولية. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. اسمك ايه يا ابني؟ جندي مجند خليل سيد علي. جندي مقاتل. جندي مقاتل خليل سيد علي، جندي فدائي يا فندم. قادر على القتال؟ قادر يا فندم. ليل ونهار؟ ليل ونهار يا فندم. صحيح. تمام يا فندم. تشرب سجاير؟ قول ما تخافش. بشرب سجاير يا فندم. وبتشرب سجاير في الوحده بتاعتك؟ لا طبعا يا فندم. والدك عارف انك انت بتدخن؟ والدي متوفى يا فندم، وانا عايش مع ست والدتي. الست والدتك دي تحطها على راسك من فوق. تمام يا فندم. ربنا يوفقك. اسمحوا لي اني اتكلم معاكم في امر مهم جدا. كل واحد فيكم وهو واقف مكانه، سواء كان ليل او نهار، في الشمس او في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه. انت واقف علشان تحمي بلدك وتحمي اهلك. الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر انه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه ولازم يكون قدها. وانا عارف ان كنتوا قد المسؤولية. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. اشكركم.